العيد عند أهل الإسلام، انظر إلى العيد عند أهل الإسلام، يستقبل العيد بالطاعة لا بالمعصية، يستقبل العيد في أول النهار لا بالسهر وضياع الأوقات. نعم، يستقبل العيد بالنجاح والفلاح ومتابعة الأعمال الصالحة، خلافا كل من يسهر هذا إنسان فاشل ولا شك فيه. في عاقل يستقبل أول العام على أو العيد بالضياع والإسراف وترك الأموال وكذا ومفرقعات وكذا؟ هذا الذي يأخذ 100 يورو ويحرقها، ماذا نقول عنه؟ سفيه. نعم، يأتينا يحجر عليه السلطان، يحجر عليه لأنه لا يحسن التصرف في ماله، مفهوم؟ المهم لا نريد أن نتكلم أكثر منها، اللبيب بالإشارة يفهمه.